نقول وعليه لا يصح ما ذكر في المتن. عندنا هذا كل الكلام مقدمة حتى نسجل إشكالا على ما ذكر في المتن، على ما ذكر من قبل الأستاذ المعلم. وعليه لا يصح ما ذكر في المتن، حيث قال ماذا قال السيد المعلم الأستاذ؟ قال يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من أين؟ من حجية القطع. ليس لا يوجد إشكال في هذه العبارة. بعد هذا ماذا قال؟ قال لأنه يؤدي، هناك كانت المقدمة الثانية حسب ما أعتقد، نعم المقدمة الثانية في الحالة الأولى، قال لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، يكون حجة لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. التفت فقط جيدا، الدليل يكون حجة متى؟ إذا أدى إلى القطع بالحكم. إذن من الذي يثبت أولا، القطع بالحكم أم القطع بالدليل؟ القطع بالحكم يثبت. يقول لا يثبت القطع بالدليل إلا بعد ثبوت القاطع بالحكم. إذن حتى يثبت القطع بالدليل لابد أن يثبت القطع بالحكم. وهذا الكلام تام أم غير تام حسب البيان السابق؟ غير تام، لأننا قلنا لا يثبت القطع بالحكم إلا بعد ثبوت القطع بالدليل. واضح المسألة؟ إذن الآن نقول لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، أي لا يصح أن يعلل، أي لا يصح أن يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل، لا يصح أن تعلل بقطعية وحجية الحكم، أي لا يصح أن يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل وحجية الدليل بقوله لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. أيضا من هنا أيضا ندعو الجميع أن تتابعوا، كل من درس هذه الحلقات، من درس هذه البحوث، حتى يوجد عناوين كبيرة درس هذه البحوث، هل التفتوا إلى هذه، يعني انتبهوا إلى هذا، هل سجلوا هذا الإشكال ودفعوا هذا الإشكال؟ ربما يوجد، لكن لا نعلم، علينا أن نخبر بهذا حتى نحكي. إذن أي لا يصح أن يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل وحجيته بقوله لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، وذلك لأننا علمنا من المقدمات السابقة وما نتج عنها أن حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل انكشاف الحكم بالدليل. قبل أن ينكشف الحكم كانت حجية الدليل ثابتة، ولو لم يكن الدليل قطعيا وحجة فإنه لا يمكن إثبات قطعية الحكم المنكشف أو الحكم المنكشف به. واضح الكلام إلى هنا؟ إذن ما هو الحل؟ نقول لدفع الإشكال، إذن الكلام ما هو عند السيد رحمة الله عليه؟ قال يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. هنا عندنا الإشكال، نقول لدفع الإشكال نحن نعتقد أنه حصل سهو عند الأستاذ المعلم أو عند الناسخين والمتابعين لتنظيم البحوث وطباعتها وتصحيحها.